مرحلة مرحلة الرقابة على العملية الانتخابية الرئاسية. الاستحقاق الثاني من ثورة 30 يونيو وانخرط الطريق والتأخر بحكم مسؤوليتها التاريخية في دعم الديمقراطية وسد القانون. وكان من الطبيعي جدا أن تكون النقابة على رأس الجهات المدنية المصرية التي تمارس دورها الحقيقي في الرقابة الشعبية على عملية من أعز العمليات على الشعب المصري. والتقويم أيضا من قبل النظام السابق نظام الإخوان المسلمين الذي أفقده الشعب بقصد الإجهاز على الخارطة المستقبل وبقصد تعويق التحول الديمقراطي الذي بدأ في مصر. هي ما جرى من إرهاب وما جرى من ضغوط إعلامية إقليمية ومحلية لإفساد العملية الانتخابية شحذ همة الشعب المصري كله من أجل إنجاح هذه التجربة.